خلها يدو جنب، ها؟ خلها يدو جنب. أقول أصبحنا الجمعة ذبح الوالد الله يطول عمره ذبيحة. بعد شوف الجمعة الساعة 8 ما شاء الله تبارك الله. سووا مجازر في الريف. زاد وزنه هو. سووا مجازر في الريف في الويكند. وشوينا وجينا ضيوف الخاصين، فقال لهم إني أنا مسوي شيء خاص. يا أخي اعزم خويك يا أخي اللي اللي عندك حلقة. وين الجمعة ما في حلقة. هذه الخميس والليل ما عندك تزري. الصبح بدري الساعة 8. أنا راجع برقد قال خاطب العم محمود الله يعطيك العافية. إذا صار عندك عزيمة عزمني، ولا ترى ما يعزمني. أبشر والله بالسعد. بس أنت تجي؟ ها؟ خلاص أنت راح حملت. أنا تواصلت مع الشاي مباشرة. حملت نفسك من خلاص وصلت. لو وين أنا بوريه المقطع. أنت مريت علينا في الرين ولا سيرت؟ تقول ماني فاضي لك. يا أخي كنت بجيكم قبل الكوبري. عارف الطريق قبل الكوبري. الحين سوى الكوبري عديتكم. ما في مخرج. أفطر عمرك أفطرنا الصبح. وشوي ما شوي بر وذا وشوي من الذبيحة تغدينا عليها وجاء عقب المغرب وسوينا عشر غدا لين اخواني من الرياض شيء خفيف طلين صغير يا سلام خلاص الغدا والعشاء ثقيل كذا لازم نريح انت عشان عقب المغرب يوم اذن العشاء الله بيجعون قال الوالد من بيخاوينا احنا معزومين على العشاء يا قلت انا بخاوي شغل سياره مش هلا اخوي توجيه من الرياض رحت انا وياه يوم جينا له والله مفطح وشوي وحنيب الله الربع الله يديهم النعمه اللهم لك الحمد الشكر والله ما اقدر امد ايدي ما لها مكان الظهر والمغرب والليل يعني ثلاث مفاطيح في ليله واحده ما قصرت الله يجعلها ما بيطلع يقول يدو جنب يدو جنب هذا مقلقل انت والله يجنب كليه ايش نسوي ما خالف تعشيت من الاخير ولا لا لا والله ما قدرت ما شربت البينه بس ودي ودرع لو احنا حاضرين وعلى يقول جيب يدو جنب جعله والله يجنب كل شيء انت تبي تاخذ كل شيء تحرمنا من شغل الرجال خله شوف ذاك اللي يقوله اللي مع ابوه اللي يقول شو الكلاوي ارموا ما نبغاه خله قال خله قال ما لك دخل يا اخي الشيبان يوم العيد اسال الله ان الله يرحم من قدم منهم الى رحمه الله ويجعله في مسيح الجنه والله يعمر باقي